ذات يوم كان هناك خروف صغير بجانب النهر، فشاهده ذئب شرير ففكر في عذر لكي يأكل الخروف، واتجه الذئب فورا نحو الخروف. اتجه الذئب نحو الخروف وزأر في وجهه قائلا: لقد عكرت ماء النهر الذي أشرب منه، لذلك سأكلك. قال الخروف: كيف أكون عكرت ماء النهر وهو يجري من عندك؟ عرف الذئب أن حجته سخيفة فقال: سمعت أنك شتمت أبي السنة الماضية، لذا سآكلك. قال الخروف: مستحيل أن يكون هذا قد حدث، وأنا في ذلك الوقت لم أكن قد ولدت بعد. وعندما عجز الذئب عن إيجاد حجة هجم على الخروف قائلا: مهما تقول لي ففي النهاية سآكلك.